مساء الخير عليكم جميعا. ان شاء الله انا هستعرض معاكم الموضوعات اللي هنغطيها عن طريق الابحاث ان شاء الله، وهيكون التواصل ما بيننا عن طريق الايميل، وتبعتوا لي الابحاث ويتم مناقشتها واديكم فيدباك عنها باذن الله. تسويق استراتيجي زي ما انتم عارفين هو ثلاث مراحل: مرحلة التخطيط، ثم مرحلة التنفيذ، ثم مرحلة المتابعة. بالنسبة يعني استعرضنا احنا مع بعض في الكلاس، اتكلمنا عن التطورات المختلفة للتسويق وبعض المفاهيم الأخرى، استعرضنا تعريفات مختلفة للتسويق، ثم مراحل التي مر بها التسويق. اتكلمنا عن التوجه بالمنتج، التوجه بالسوق، التوجه بالمنافسين، والتوجه بالعملاء، وأيضا بعض التطورات الأخرى المختلفة زي المسؤولية الاجتماعية للتسويق وإدارة العلاقة بالعملاء والتسويق الإلكتروني والتسويق الأخضر. أيضا بالنسبة لعملية التخطيط الاستراتيجي للتسويق، هي طبعا بتبدأ بتحديد رؤية المنظمة، ثم تحديد رسالة المنظمة، وزي ما اتفقنا ممكن يتم وضع رسالة المنظمة يا إما على أساس المنتج أو على أساس السوق أو المستهلك، ثم تحليل الموقف. وتحليل الموقف هنا بيبقى فيه التحليل الداخلي، تحديد جوانب القوة والضعف، والتحليل الخارجي، تحديد مختلف الفرص والتهديدات، وبيتم الاستعانة بتحليل SWOT analysis اللي هو strengths, weaknesses, opportunities, threats. وثم نموذج أيضا من النماذج اللي اتكلمنا عنها سلسلة القيمة للأنشطة الأساسية والأنشطة الداعمة اللي هو Value Chain Model، وأيضا 7S ماكنزي والفاعلية التنظيمية. أيضا طبعا من النماذج المهمة جدا هو نموذج جامعة بوسطن الاستشارية أو بوسطن كونسلتنج جروب. وطبعا أنتم عارفين كويس قوي أن المتغيرات المصفوفة هي الحصة السوقية ومعدل، أنا آسفة مكتوبة غلط، معدل نمو السوق. وأقسام المصفوفة هي طبعا بتبقى المنتجات المثيرة لعلامة الاستفهام أو الكويشن مارك، وأيضا المنتجات الساطعة اللي هي الستارز، والمنتجات المدرة للنقدية اللي هي الكاش كاوز أو البقرة الحلوب، والمنتجات المثيرة للقلق اللي هي الدوجز. أهمية تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية هي تحديد الاستراتيجيات التابعة لها، وعندنا أربع استراتيجيات هي البناء والإبقاء والحصاد والتصفية. نقطة مهمة هي يتم في عندما تدرك المنظمة طبعا أن لديها من جوانب القوة التي يمكن تحويلها إلى مزايا تنافسية للمنظمة، فبتبقى دي يعني تكتسب من المزايا التنافسية التي تستطيع بها مواجهة المنافسين. وأيضا ده بينتج من التحليل الداخلي للمنظمة وعملية خلق القيمة. وهنا بنتعرض لبعض معوقات التحليل الداخلي للمنظمة اللي هي الانسرتينتي والصراعات التنظيمية الداخلية اللي هي الانترا اورجانيزيشنال كونفليكت، وايضا الكومبلكسيتي. اسفه في نقطه ضايعه او يعني ممكن تضيفوها لمعوقات التحليل الداخلي للمنظمه، هي الانسرتينتي ومستوى التعقيد، ومستوى التعقيد الكومبلكسيتي اسفه، والانسرتينتي عدم مستوى عدم التاكد، والصراعات التنظيميه الداخليه اللي هي انترا اورجانيزيشنال كونفليكت. مره ثانيه احنا بنتكلم عن اهميه التحليل الداخلي للمنظمه، لان عن طريق التحليل الداخلي للمنظمه يتم تحويل بعض جوانب القوه لدى المنظمه الى مزايا تنافسيه تستطيع بها ان تنافس المنافسين او الاخرون. وبالتالي بيحصل دايما ان يكون هناك خلق القيمه او كرييتيف فاليو. هناك بعض المعوقات التي تحول دون تحويل جوانب القوه إلى مزايا تنافسية، هذه المعوقات ثلاثة: مستوى التعقيد وهو الكومبلكسيتي،
مكتوبة هنا، معلش هي في حاجة وقعت في الكتابة، يعني مستوى التعقيد هي الكومبلكسيتي، ومستوى عدم التأكد هو الانسرتينتي، والصراعات التنظيمية الداخلية وهي الانترا اورجانيزيشنال كونفليكت. فأرجو تصحيحها معلش. ايضا هناك اركان اربعه مميزه للميزه التنافسيه المستدامه، ان تكون ذات قيمه او فاليبل، تكون نادره رير ومكلفه عند التقليد كوستلي تو ايميتيت، وليس لها بدائل يعني نون سبستيتوتبل، وبالتالي نستطيع ان احنا نحول الميزه التنافسيه الى ميزه تنافسيه مستدامه او سستينبل كومبيتيتيف ادفانتج. ايضا هناك نموذج اللي هو نموذج القوى الخمس لبورتر، بيتعرض لشده المنافسه بين المنظمات الحاليه وتهديدات الداخلون الجدد وقوه المساومه لدى المشترين وقوه المساومه لدى الموردين وتهديدات المنتجات البديله. الميزه التنافسيه، حتى تكون هناك ميزه تنافسيه لابد من ان تمتلك المنظمه الميزه التنافسيه عندما يكون معدل ربحها اعلى من مستوى السائد في الصناعه، وهو ما يتم التعبير عنه بخلق القيمه، بمعنى ان يكون معدل الربح اعلى من المعدل المتوسط لدى في الصناعه، وبالتالي هناك خلق للقيمه. وعندما تكون قادرة على الحفاظ على معدل ربحيتها على مدار عدد من السنوات، وبالتالي هذه هي الاستدامة والتميز. بتنشأ الميزة التنافسية عندما تتوصل المنظمة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فاعلية من تلك المستعملة من قبل المنافسين. مفهوم الميزة التنافسية من الناحية التسويقية، بتعني الميزة التنافسية من الناحية التسويقية قدرة المنظمة على جذب العملاء وبناء المكانة الذهنية للمنظمة أو لمنتجاتها وزيادة القيمة المدركة من قبل العملاء وتحقيق رضاهم، ولابد من تعزيز وتطوير الميزة التنافسية بما يتناسب مع متطلبات السوق والمنافسة القائمة ورغبة المستهلك المستمرة في التغيير. استراتيجيات التنافس، هنا عندنا طبعا لابد من يعني الاعتماد على استراتيجيه معينه في التنافس، واستراتيجيه التنافس هي مجموعه متكامله من الانشطه التي تؤدي الى تحقيق ميزه متواصله ومستمره عن المنافسين. ومكونات الاستراتيجيه هي طريقه التنافس واليه التنافس واساس التنافس، وهناك مراحل للميزه او مراحل بناء الميزه التنافسيه. مرحله يعني نقدر نتخيل كده ان هو منحنى، عامل زي منحنى التوزيع الطبيعي، في فتره بناء ثم فتره انتفاع ثم فتره انحدار، شبيه بمنحنى التوزيع الطبيعي. استراتيجيات الميزه التنافسيه بتعني الخطه الاستراتيجيه في اي منظمه، ولابد الاجابه عن ثلاث اسئله: أين نحن الآن؟ وإلى أين نذهب؟ وكيف نصل إلى هناك أو إلى أهدافنا؟ وبالتالي فهناك ثلاث استراتيجيات أساسية للتنافس، هي استراتيجية قيادة التكلفة أو Cost Leadership Strategy، استراتيجية التميز Differentiation Strategy، واستراتيجية التركيز Focused Strategy. أرجو إضافة كلمة التركيز. استراتيجيات قيادة التكلفة بتعني أن وضع المنظمة يكون كأقل المنتجين تكلفة للمنتج في قطاع صناعة معينة، وبيكون هناك الاستثمار الأمثل للموارد، وبيكون هناك فرض للسعر أقل من سعر منافسيها. وهذه الاستراتيجية بتتجاهل قطاعات سوقية مختلفة في الصناعة، يعني لأنها بتعتمد على الاستثمار الأمثل للموارد وإنتاج المنتج بأقل من المنافسين، فبتتجاهل بعض القطاعات السوقية الأخرى. استراتيجية التميز بتعتمد على الانفراد بخصائص استثنائية في ميدان الصناعة بطريقة لا تسمح للمنافسين بمحاكتها، وبالتالي هي بتستطيع أنها تتميز، والمنتجات هنا ذات قيمة عالية للعميل
وهناك قدرة على فرض سعر عالي للمنتجات، وطبعا هناك ارتفاع في التكاليف. استراتيجية التركيز وهي الفوكس استراتيجي، اختيار مجال تنافسي محدود داخل قطاع الصناعة، وهي لا تخدم قطاعات كثيرة أو جميع القطاعات، ولكنها بتركز مجالها في قطاع محدود من الصناعة، والتركيز على جزء معين منه من السوق. وهناك فرصة كبيرة لتطوير شريحتها الخاصة ودخول المنافسة مع المنظمات التي تتبنى استراتيجية التكلفة المنخفضة أو تلك التي تتبنى استراتيجية التمييز. وبالتالي هناك ينبثق من هذه المداخل الثلاثة 5 استراتيجيات للمنظمات على مستوى الصناعة. يتم تقسيم الاستراتيجيات التنافسية للمنظمات على مستوى الصناعة على أساس محورين أساسيين: المحور الصيني وهو الميزة التنافسية، كانت بتقليل التكلفة أو تميز المنتج والمصدر، والمحور أسفل الصادي هو أهداف محدودة للمنظمة كانت أو أهداف موسعة. وبفكركم إن إحنا رسمنا هذه المصفوفة على السبورة، وأفكركم بالاستراتيجيات اللي إحنا عملناها: استراتيجية الريادة بالتكلفة Cost Leadership Strategy، استراتيجية التميز Differentiation Strategy، استراتيجية التركيز على التكلفة Focused Cost Leadership، واستراتيجية التركيز على التميز Focused Differentiation، معلش بعض الأخطاء أنا آسفة، واستراتيجية التكامل بين ريادة التكلفة والتميز Integrated Cost Leadership Differentiation. وبالتالي الاستراتيجية الرابعة استراتيجية التركيز على التميز، زي ما في التركيز على التكلفة التركيز على التميز Focused Cost Leadership Focused Differentiation. بعتذر لبعض الأخطاء. لو فاكرين برضو في المحاضرة كنا قسمنا هيكل المنافسين إلى المنظمات الرائدة وهي بتمثل 40%، الماركت ليدرز المنظمات المتحدية وهي الماركت تشالنجرز 30%، المنظمات التابعة الماركت فولورز 20%، والمنظمات المتخصصة في السوق الماركت نيشز 10%. هنا بنتكلم عن أنواع الاستراتيجيات التسويقية حسب الميزة التنافسية. فأنواع الاستراتيجيات التنافسية حسب الميزة التنافسية: استراتيجيات الريادة والتبعية، واستراتيجيات إثارة الطلب وأنواعها، وهذه تقسيمة أخرى للاستراتيجيات التنافسية التسويقية. وكنا أثرنا هذا الموضوع أن هناك من يعني يقسم هذه الاستراتيجيات بطريقة، وهناك من يقسمها بطريقة تانية، فأنا بستعرض معاكم يعني بعض التقسيمات المختلفة. استراتيجيات ريادة السوق بتتبع المنظمات الرائدة استراتيجيات ريادة السوق لما يتوفر لديها من إمكانيات وخصائص تؤهلها لقيادة السوق في مجال الصناعة. واستراتيجيات الريادة هنا هي استراتيجية حماية الحصة السوقية، واستراتيجية زيادة حجم السوق الكلي، واستراتيجية زيادة حصة المنظمة السوقية. استراتيجيات ريادة السوق تنقسم إلى 3 استراتيجيات أساسية، هي استراتيجية حماية الحصة السوقية واللي فيها استراتيجية التطوير والدعم والمواجهة والتهديد والجودة، وأيضا من استراتيجية زيادة السوق استراتيجية زيادة حجم السوق الكلي بما فيها جذب عملاء جدد لاستهلاك المنتج وتقييم تقديم استخدامات جديدة للمنتج وزيادة الكمية المستخدمة من المنتج، واستراتيجية زيادة حصة المنظمة السوقية. ثم تأتي بعد ذلك استراتيجيات تبعية في السوق، تتبع المنظمات التابعة هذه الاستراتيجيات نظراً لقلة إمكانياتها عن المنظمات الرائدة، واستراتيجية الظل أو السير خلف المنظمات الرائدة، أو استراتيجية النمو، أو استراتيجية تشكيل المنتجات. استراتيجية الظل أو السير خلف المنظمات الرائدة
فهي هذه الاستراتيجية بتتبع المنظمة الرائدة في السوق. استراتيجية النمو من خلال الحصول على حصة سوقية أكبر، وبيكون هناك مواجهة مباشرة واستخدام استراتيجيات بديلة وزيادة الحصة السوقية على حساب المنظمات الأصغر في السوق. أما استراتيجية تشكيل المنتجات فهي بيتم عن طريق تقديم تشكيلة من المنتجات تفوق تشكيلة منتجات المنظمات الرائدة، وتطوير سياسة التوزيع بالاقتراب أكثر من العملاء وتقليل نفقات الإنتاج مما يؤثر على أسعار المنتجات. النوع الآخر من الاستراتيجيات وهي استراتيجيات إثارة الطلب وأنواعها، فهناك استراتيجيات إثارة الطلب الأولي primary demand strategies، واستراتيجيات إثارة الطلب الانتقائي selective demand strategies. بالنسبة لاستراتيجيات إثارة الطلب الأولي، فيتم زيادة عدد مستخدمي المنتجات وزيادة معدلات الشراء وتوسيع قاعدة استخدام المنتج وتشجيع الإحلال. أما استراتيجيات إثارة الطلب الانتقائي فيتم عن طريق استراتيجية الاحتفاظ retention strategy، المحافظة على المستوى الإشباعي وتبسيط عملية الشراء وتقليل فرص المنافسين. أما استراتيجية الاكتساب acquisition strategy فيتم ففيها مجاراة المنافسين أو التميز عن المنافسين. هناك بعض الاستراتيجيات التسويقية الحديثة أيضا لابد أن احنا نتعرض لها، وهي استراتيجية دورة الحياة القصيرة للمنتج، واستراتيجية تدويل النشاط التجاري والتسويقي، واستراتيجية التحول بشكل متميز بدور الإعلان والترويج. أيضا من الاستراتيجيات اللي لابد الكلام عنها هو التسويق الإلكتروني. لابد من التعرض لمفهوم التسويق الإلكتروني وأهداف التسويق الإلكتروني وقنوات التسويق الإلكتروني ومميزات وعيوب التسويق الإلكتروني. أيضا استراتيجية إدارة العلاقة أو إدارة العلاقات بالعملاء. التطور التاريخي لمفهوم إدارة علاقات العملاء، وهناك تعريفات مختلفة لإدارة العلاقة بالعميل من خلال 5 وجهات نظر مختلفة. بنبص على إدارة العلاقة بالعميل على أنها فلسفة، ولا بنبص عليها على أنها استراتيجية، ولا عملية، ولا قدرة، ولا أداة تكنولوجية. وهناك مستويات مختلفة لإدارة العلاقة مع العملاء: إدارة علاقة العملاء التحليلية، وإدارة علاقة العملاء التشغيلية، وإدارة علاقة العملاء التعاونية. وهناك متطلبات لتنفيذ إدارة العلاقات مع العملاء وأهداف إدارة العلاقات مع العملاء. أيضا في هناك استراتيجية جديدة تسمى باستراتيجية المحيط الأزرق، وهي مختلفة عن طبعا الاستراتيجيات المعروفة بالمحيط الأحمر. وإحنا عملنا في المحاضرة مقارنة ما بين الاستراتيجيتين. فاستراتيجية المحيط الأزرق لابد من التعرض لمفهوم استراتيجية المحيط الأزرق ومقارنة بينها وبين يعني بين استراتيجية المحيط الأزرق واستراتيجية المحيط الأحمر، معلش دي أحمر، ومبادئ استراتيجية المحيط الأزرق وكيفية التغلب على العقبات التنظيمية لتطبيق استراتيجية المحيط الأزرق. ثم بعد هذا لابد من وضع الاستراتيجية موضع التنفيذ. أن وضع الاستراتيجية موضع التنفيذ يمثل أهمية كبيرة وصعوبة شديدة لا تقل عن صياغة وتخطيط الاستراتيجية، وبالتالي فإن العلاقة بين الصياغة والتطبيق ينتج عنها 4 نتائج مختلفة على أساس محورين أساسيين. المحور الصيني هو صياغة الاستراتيجية على أساس صياغة ضعيفة أو صياغة جيدة، والمحور الصادي هو تطبيق الاستراتيجية على أساس تطبيق ضعيف أو تطبيق جيد. وبالتالي ينتج عندنا 4 نتائج ممكنة: يا إما النجاح وهي صياغة جيدة وتطبيق جيد، يا إما هناك مشكلة بمعنى أن كانت الصياغة جيدة ولكن التطبيق كان ضعيف، المغامرة بمعنى أن الصياغة كانت ضعيفة ولكن التطبيق جيد،
والفشل، الصياغة ضعيفة والتطبيق ضعيف. أرجو الاستعانة بهذه المراجع، هذه المراجع يعني هتفيدكم كتير في البحث إن شاء الله عن المفاهيم والاستراتيجيات وهكذا، وبتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وربنا يوفقكم بإذن الله.